طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نلتقي اليوم في أول لقاء في مساق محاسبة مالية 2 أو مبادئ المحاسبة المالية الجزء الثاني. طبعا اليوم إن شاء الله هنتناول مقدمة الفصل اللي هو الفصل الأول، وهو عبارة عن مقدمة للمساق بيتناول بشكل عام مراجعة سابقة لما درسناه في محاسبة 1، بالإضافة إلى تمهيد موضوع جديد وهو موضوع التسويات الجردية، تمام، اللي هو بيتناول مفهوم الجرد، أهداف الجرد، توقيت عملية الجرد والفروض والمبادئ المحاسبية اللي درسناها سابقا في محاسبة 1. وإن شاء الله بعدها هنبدأ نخش للمساق، هي محاضرة تعريفية اليوم إن شاء الله. أيوه طيب، طبعا كنا عارفين ان احنا بنقوم بعملية، او لو احنا رجعنا بالذاكرة لدراسة المحاسبة في بداية الفصل السابق، كنا بنقول ان المحاسبة 1، تمام، في المحاسبة 1 ايش هو علم المحاسبة؟ كنا نقول هو علم وفن تسجيل وتبويب وترحيل، تمام، العمليات من واقع المستندات، تمام، وصولا إلى معرفة المركز المالي للشركة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة. إذا نتائج الأعمال اللي هو القوائم المالية، تمام، حسابات ختامية، القوائم المالية، تمام، اللي في النهاية بدها تلخص لي نتاج عمل سنة كاملة أو فترة مالية كاملة، تمام، ماذا حققنا؟ الموقف المالي، هل احنا محافظين على الاصول التي نمتلكها؟ هل اهتلكت اصولنا؟ ماذا حدث معنا؟ بالاضافه الى معرفه هل حققنا الايرادات المطلوبه بالشكل الذي يحقق الربح؟ ام كانت مصاريفنا المستنفذه هي اكبر من ايراداتنا وبالتالي تعرضنا لعمليه الخساره؟ طيب، خلال عملية الوصول لهذه المرحلة، تمام، خلال عملية الوصول لهذه المرحلة أو لهذه النتيجة عشان نوصل لها، تمام، بنمر بحاجة جديدة يمكن إحنا ما حكيناش عنها سابقا، اللي هي عملية التسويات الجردية، تمام، عملية التسويات الجردية اللي هي بتعكس القيمة الحقيقية، تمام، لأصول المنشأة. الهدف منها ان احنا نشوف القيمة الحقيقية لأصول وخصوم المنشأة وجميع الحسابات الموجودة بها. طيب، اول شغلة ايش هو الجرد؟ قال لي هو عملية فحص شامل ودقيق لتحديد كمية وقيمة أصول وخصوم المنشأة وجميع حساباتها بميزان المراجعة بالأرصدة في نهاية فترة مالية معينة. يعني أنا بقوم بعملية مراجعة قبل ما أبدأ عملية الحسابات الختامية، وأبدأ أحضر قائمة الدخل، ميزانية عمومية، قائمة تدفقات نقدية، كل هذا لا، لما بصل لمرحلة ميزان المراجعة، تمام، في نهاية الفترة المالية بقوم بعملية فحص شامل ودقيق لتحديد كمية أصول وخصوم المنشأة وجميع حساباتها. كل الحسابات المدرجة في ميزان المراجعة بقوم بعملية مراجعة لإلها. طيب، بعد ما أقوم بعملية المراجعة وإعداد، لأن أنا قبل ما أعمل إعداد الحسابات الختامية بدي أتأكد أن تكون الحسابات سليمة، عشان في النهاية لما أصل لنتيجة أعمال المنشأة تكون نتيجة دقيقة سليمة، ولما أصور المركز المالي في نهاية الفترة يكون التصوير أو الميزانية المعلن عنها هي ميزانية صحيحة. إذا إيش أهداف عملية الجرد؟ أول حاجة مقارنة أرصدة الحسابات كما هي بميزان المراجعة مع أرصدة الجرد الفعلي، زي الصندوق، أجرد الصندوق، أنا مسجل عندي في الدفاتر، عندي رصيد أو رصيد النقدية، خلينا نكبر شوية ونقول رصيد النقدية العام اللي هو رصيد الصندوق أو رصيدي في البنك أو كلاهما معا، تمام، حسب الدفاتر انا معايا 10,000 دولار في البنك وفي الشركه في الخزينه 5,000 دولار،
طب هل هي مطابقة مع فعليا هذا اللي في الدفاتر؟ هل هو فعليا هيك موجود؟ تعال نجرد الخزينة، تعال ناخذ كشف حساب من البنك ونتأكد من العملية. طيب، تتبع الفروق. اثنين، تتبع الفروق الناتجة عن اختلاف الحسابات الختامي، أرصدة الحسابات كما هي بميزان المراجعة نتيجة الجرد. طيب، وجدت أنه في فروق، هل هي فروق مثلا، هل هي الفروق بالزيادة أم الفروق بالنقصان؟ تمام، ايه سببها؟ تمام، وببدا اعمل عمليه قيود التسويه. طبعا هو محور دراستنا هتكون بشكل رئيسي على حاجه اسمها قيود التسويه، اللي هي معالجه هذه القيود، هدفها معالجه الفروق، هنجيها لقدام. طيب، تحديد الارصده الفعليه لحسابات المنشاه من اصول وخصوم وايرادات ونفقات. تحديد الارصده الفعليه لحسابات المنشاه من اصول وخصوم وايرادات ونفقات. الوصول إلى معرفة صافي الربح أو الخسارة الحقيقي، مش شرط إنه ربح، الحقيقي المهم في النهاية للمنشأة في نهاية فترة مالية، بالإضافة ما دام أنا في ربح سليم أو خسارة تمام حقيقية، معناها إنه لازم كمان يكون المركز المالي عندي حقيقي تمام حسب ما هيكون في نهاية الفترة المالية. طيب، دفتر الجرد. طبعا دفتر الجرد هو دفتر من الدفاتر القانونية اللي نصت على اقتنائها الكثير من التشريعات، تمام، هو دفتر بنحط فيه جميع موجودات المنشأة، وهذا الدفتر بيبين الزيادة أو النقص الموجودة فيه الأصول أو موجودات المنشأة بالكمية والقيمة، وطبعا بتوقع عليه في النهاية لجنة الجرد، ويعتمد من قبل الإدارة قبل تسجيل القيود المحاسبية، واللي بناء على هذه الأمور بيتم تسوية وتعديل أرصدة أو كميات الأصول الموجودة لدي في المنشأة. طيب، متى تحدث عملية الجرد؟ غالبا وهو المتعارف عليه أنه الجرد يتم في نهاية العام، عند بداية نهاية، يعني نهاية العام، عند خلص انتهاء العمل، تمام. طبعا هو العمل لا يتوقف ولا ينتهي، ولكن هو في لحظة معينة تمام بيبدأ يتم إعداد الحسابات الختامية. فبداية إعداد عملية الحسابات الختامية بقول له ستوب، قبل ما تاخذ تبدا تعمل الحسابات الختاميه وتشوف المركز المالي، لاجب ان تمر من عند تمام مرحله، اللي هي ايش؟ اللي هي مرحله الجرد، ان نتاكد نعمل جرد تمام، نشوف اذا في خلافات نعمل التسويه الجرديه، ومن ثم تمام بناء على نتائجها هنقوم باعداد الميزانيه الختاميه. طيب، نيجي لنقطة سابقة درسناها سابقا تمام، وهي الفروض والمبادئ المحاسبية. طبعا الفروض والمبادئ المحاسبية خدناها في محاسبة واحد، ومع ذلك نمر بشكل سريع عليها. طبعا ايش هو الفرض؟ الفرض هو باختصار شديد هو تخمين ذكي، تخمين ذكي تمام، إمكانية صحة، يمكن اللي هو الافتراض، من كلمة افتراض أو فرض، هو تخمين تمام، يمكن أن يثبت صحته أو عدم صحته تمام. وبالتالي بالنسبة للفروض المحاسبية هي عليها إجماع تمام من قبل جمهور المحاسبين على صحتها تمام، ولذلك فهي افتراضات تتسم بالقبول العام للممارسة المحاسبية. هذا هو الفرض المحاسبي بشكل مختصر. طب إيش عندنا فروض محاسبية؟ قال لي فرض الوحدة المحاسبية المستقلة، اللي هو باختصار شديد ان الشخصية المعنوية للشركة، ان الشركة تتمتع بكيان مستقل عن اصحابها تمام، استقلال مالي وقانوني واجتماعي، وبالتالي لا يمكن الخلط بين الذمة المالية للمشروع والذمة المالية لاصحاب المشروع. المشروع هو مستقل ماليا قانونيا اجتماعيا، له صافي ربح وخسارة، له مركز مالي مستقل عن اصحابه. طيب، الاستمرارية. الاستمرارية باختصار فرض الاستمرارية أن المشروع مستمر في عمله ما لا نهاية، أو بالأصح هو مستمر في عمله ما لا نهاية ما لم يظهر عكس ذلك. إيش يعني عكس ذلك؟ يعني إذا أنا شغال وبربح
وبكسب كل سنة. إذا أنا مستمر ما دام أنا في عندي ربح، ليش أتوقف؟ تمام؟ لكن لو أنا ظهر عندي عكس ذلك اللي هو بوادر الخسارة، هان تبدأ تديني إشارات، تبدأ الإشارات عندي إنه احتمال المشروع إيش يتوقف بناء على النتائج اللي مستمرة هذه. طيب فرض الفترة المحاسبية، طبعا كنا متفقين وحكينا إنه بينفعش إنه إحنا المشروع، تمام، مشروع مستمر إلى ما لا نهاية. طب أنا متى بدي أعرف نتائج عملي؟ فقالوا إنه مش هينفع ننتظر لنهاية عمر المشروع، عشان يمكن المشروع يستمر 100 سنة. إذا يقسم عمر المشروع إلى فترات متساوية، واللي أخذوها على فترة مالية واحدة اللي هي سنة مالية أو السنة اللي هي 12 شهر، تمام، وبناء عليها من بدايتها لنهايتها بيقيسوا نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة وبيان المركز المالي للمشروع. طبعا فرض ثبات وحدة النقد، وهان انه هذا الفرض يقوم على انه جميع الوحدات، تمام، يجب ان يتم قياسها بوحدة نقدية ثابتة، تمام، مش انه يتم التغيير او يتم يعني في تغيرات في الاسعار نتائج مثلا التضخم والانكماش وش كذا، لا، قال لك هو يتم القياس بوحدة قياس نقدية ثابتة، تمام، ويتم التقويم بهذه الوحدة طول ايش؟ طول عمليات المنشأة. بيضل السعر ثابت، مالوش علاقة في ايش؟ في العمليات او التأثيرات الخارجية زي الانكماش والتضخم والشغلات هذه. طب المبادئ هو اطار عام، تمام، يتم الاعتماد عليه بجانب الفروض، تمام، بهدف اللي هو يعني خدمة علم المحاسبة او الخدمة من علم المحاسبة، تمام، للوصول، تمام، الى نتائج واضحة وسليمة. هذه المبادئ. طب ايش عندنا مبادئ؟ قال لي مبدأ التكلفة التاريخية، وهي ان الاصول، تمام، ان الاصول او العمليات تسجل، تمام، بسعرها او بتكلفتها في تاريخ الحصول عليها وليس بالقيمة الحالية. طبعا هنشوف لقدام لسه القيمة الحالية وما شابه والامور هذه كلها، الا انه قال انت مثلا اشتريت سيارة في التسعين ب $5,000، تسجل قيمة السيارة، تمام، ب$5,000. تقول لي والله في الـ95 صار حاجها $2,000، اقول لك ماليش علاقة، هي تسجل بقيمة التكلفة في تاريخ الحصول عليها. طيب مبدأ الموضوعية، من كلمة موضوعية، يا اخي خليك موضوعي. ايش هي يعني خليك موضوعي؟ يعني اعكس وجهة النظر، عبر عن الصورة الحقيقية بكل شفافية ووضوح دون المبالغة او التقليل. يعني لا ابالغ في الشيء وضخمه، ولا ان انا اقلل واحقر من الشيء، لا، اعكس الموضوع، اعكس الحقائق بصورة الحقيقية بالوضع الطبيعي تبعها دون تجميل او تبشيع وتزوير، تمام، اي مبدأ الموضوعية، ولا انك تبالغ، ولا تبالغ ان اقول احنا نتوقع، نحن لا نتوقع، نحن نقيس حقيقة، تمام، تمام، هي هذه مبدأ الموضوعية. طب ايش مبدأ الثبات؟ قال لي ان تكون ثابت في استخدام الطرق والمبادئ المحاسبية. طبعا هذه هنشوف اثرها قدام وموضوعها قدام، زي هنيجي لموضوع مثلا اللي هو اهتلاك الاصول الثابتة، تمام، اهتلاك الاصول الثابتة موضوع هنقيسه في وحدات قادمة، له عدة طرق، تمام، زي طريقة القسط الثابت، القسط المتناقص، مجموع ارقام السنين. قال لك يا اخي مبدأ الثبات ينص على انه اذا انت استخدمت طريقة لا يجوز السنة اللي بعدها تستخدم طريقة اخرى، السنة اللي بعدها الطريقة ترجع للطريقة الأولى. قال لك لا، بدك تعتمد الطريقة الأنسب إلك وتضلك ماشي عليها. طبعا في حالات استثنائية، في حال إذا ثبت أن الطريقة المستخدمة لا تعكس الأمور بحقيقتها، أو أنه مثلا أجد قوانين جديدة أو قواعد جديدة من المحاسبة إلغاء هذه الطريقة، أو المهم في استثناءات، لكن جرت العادة أنه أستخدم طريقة واحدة من عام لآخر نفس الطريقة تستخدم. طيب مبدأ الإفصاح، مبدأ الإفصاح باختصار شديد هو مبدأ ينص على أنه أي معلومة ممكن أن تغير من رأي مستخدمي القوائم المالية أو متخذي القرارات أو أي شخص له صلة بالعمل داخل المنشأة أو خارجه، تمام، يجب الإفصاح عنها. كيف يعني؟ يعني أنا إدارة الشركة، والشركة، تمام، سلمتني المركز المالي، من ضمن برود المركز المالية مثلا بنت، لو أنا شفته ممكن أقرر أن أنا أصفي الشركة، تمام، ممكن أصفي مثلا
ان انا اخفي بنك مثلا، بند العجوزات مثلا، عندي عجوزات مثلا او الديون معدومه مبالغ ضخمه، تمام؟ انا لو طلعت عليها مثلا هذه كارثه، مثلا هذه كل الديون انا بديها من الناس واعدمت، ممكن بناء عليها اعتبر ان انا ارباحي كلها بتروح ديون معدومه ساعتها، فاقرر ان انا اوقف الشفايه يروحوا يخفوها. لا، اذا هذا مبدا الافصاح بيقول لك اذا المعلومه هذه بتاثر على اتخاذ القرار يجب ان تفصح عنها. طيب اروح انا مثلا كمستخدم خارجي وطابع بدي استثمر في الشركه هذه، فبقرا قوائمها الماليه بتبعها والكلام هذا كله، تمام؟ اذا هم اخفوا عني معلومات زي ايش مثلا؟ زي ان هم مثلا الاصول اللي لديهم اصول قديمه، يروح يظهر لي القيمه الدفتريه للاصول او التكلفه التاريخيه لما اشتريتها قبل 20 سنه وهي فعليا زي الشاحنات، اشتريتها في الثمانين وهي حاليا خرده، ويخفي عني قيمه الاهتلاك تبعها، تمام؟ لم يفصح عنها بحقيقه، معناها انه انا ايش؟ يعني ان انا ما عنديش اصول فعليا، اذا انا لو انا اظهرت الحقيقه معناها انا كمستخدم مش هستثمر في هذه الشركه، فيروحوا يخفوها، تمام؟ اذا الافصاح انه افصح عن كل واظهر كل معلومه ممكن ان تؤثر في اتخاذ قرار لدى مستخدمي القوائم الماليه سواء من داخل او من خارج الشركه. طيب مبدا المقابله الماتشيتنج، تمام؟ ايش هو مبدا الماتشيتنج؟ المقابله، قال لي مقابله الايرادات والمصروفات، وهنا قائمه فكرته على انه اي ايراد يتحقق، تمام، يجب ان يقابله تكاليف او مصاريف مستفيده. يعني الايرادات تتولد من واقع استنفاذ او استقصاء، يعني المصاريف اللي انا بنفقها، تمام، خلال فتره زمنيه معينه. فاذا كانت الايرادات اكبر من المصاريف كان العائد ربح، اما اذا كانت خساره، اما اذا كانت اقل فهي خساره. طيب اساس الاستحقاق، اساس الاستحقاق قائم على ما يلي، انه انا احمل الفتره الماليه. طبعا احنا عندنا نوعين من الاساسات، الشكل الرئيسي اللي هو طبعا مبدا او اساس الاستحقاق والاساس النقدي، وفي كمان الاساس المعدل اللي هو المعدل النقدي، وفي الاساس الاستحقاق المعدل، لكن احنا بشكل رئيسي عندنا اساس الاستحقاق. ايش هو اساس الاستحقاق؟ قال لي هو تحميل السنه الماليه بما يخصها من ايرادات ومصاريف، بغض النظر انا قبضت او دفعت هذه المصاريف، طالما هذه المصاريف او الايرادات تولدت في العام او في الفتره الماليه هذه فهي مستحقه عليها او لها، تمام؟ يعني انا مأجر مخازن محلات، ايجارها السنوي، تمام، 5000 دينار، وصاحب المخزن او المستاجر دفع لي 3000 دينار، اذا انا لسه ضايل لي 2000، ال 2000 هذول يعد ايراد، تمام؟ ال 5000 اجمالا هو ايراد يخص السنه الحاليه. طب انا قبضت 3000 بس ما بيعنينيش، اذا انت حققت ايراد السنه هذه ب 5000، لانه الايراد اللي بخص السنه هذه تبع المحلات الايجار 5000 دينار. طب انا قبضت 3000، اوكي انت قبضت 3000 فعليا وبيضل لك مستحق 2000، اذا انا حملت الفتره بايراد السنه كامله هو 5000 دينار، لم انظر انا قديش قبضت وقديش ضايل لي، او ممكن يكون دفع لي 7000 دينار 8000 دينار، مش هقول اه والله انا قبضت اذا انا ايراد السنوي 8000 دينار، لا، انت ايرادك الايجار السنوي المستحق 5000. طب والفرق؟ اما ان يكون مستحق لك او هذا مقبوض مقدما عليك للسنه القادمه يخصم. طيب والعكس كذلك في النفقات، لنفترض انه انا بدفع مثلا مصاريف دعايه واعلام حمله 4 سنوات، الحمله سنويا بدفع عليها 1500 دينار للدعايه للشركه تبعتي، اذا انا المصروف السنوي للدعايه 1500. طب انا دفعت 2000، لا انت مستحق عليك حسب مبدا الاستحقاق 1500، ال 500 الزياده هذه ترحل للعام القادم، بيكون مصروف مدفوع مقدما، هنجيله قدام طبعا بالتفصيل. طب انا دفعت 500 وضل علي 1000، ال 1000 برضه مستحق عليك، بيضلوا دين عليك هتسدد السنه القادمه، لكن بحمل السنه فعليا بالمصروف الحقيقي اللي هو 1500 دينار، لم انظر دفعت قديش وضايل عليا، ضايل لي، ما بنظرش الموضوع، انا دفعت فعليا المهم المستحق عليا
ما يخص العام 1500 دينار. طيب كل هذا بيفيد في ايش؟ ان انا في النهاية اقيس تمام المركز المالي واقيس نتائج الاعمال بصورة واضحة وسليمة. طبعا مبدأ الاهمية النسبية هو ان تقوم بعرض بنود المعلومات المالية او بنود الميزانية او الحسابات الختامية تمام وفق الاهمية النسبية، ان انا بعرض المهم او الاهم فالمهم فالاقل اهمية تمام. وطبعا هذه البنود مش ثابتة من منشأة لاخرى حسب طبيعة نشاط المنشأة او عملها، تختلف في الشئالية ثابتة لترتيب هذه البنود. طبعا بتعود برضو لدور المحاسب. مبدأ الحيطة والحذر بي نيجاتيف انا بسميه، بي نيجاتيف. ايش يعني بي نيجاتيف؟ كن سلبيا. مبدأ الحيطة والحذر هيك بقول لك يا سيد العزيز باختصار، يعني انت مثلا حققت ربح او انت عندك بوادر او اشارات تحقيق ربح، قال لك لا تعترف بهذا الربح. طيب قال لك الا عندما يتحقق. طب انا في عندي بوادر خسارة بس انا لسه ما خسرتش، قال لك خدها بعين الاعتبار، اعتبر حالك خسرت. عشان هيك بقول لك ايش؟ بي نيجاتيف، تجاهل الارباح الى حين تحققها وخذ الخسائر المحتملة في الحسبان. تمام؟ هيا شايف؟ تؤخذ الخسائر الخسارة المحتملة في الحسبان قبل وقوعها وتعتبر وتتجاهل الارباح المحتملة الى حين تحققها. هيك بنكون انهينا الفصل الاول. تمام؟ عندنا مجموعة اسئلة يا ريت تطلعوا عليها، ويعطيكم الف عافية، وان شاء الله نلتقي المحاضرة القادمة في الوحدة الثانية جرد الحسابات الوهمية.